لنا درعا وانزل علينا من بركات السماء وانبت لنا من بركات الارض واكشف عنا ما بيننا ما لا يكشفه غيرك. اللهم انا نستغفرك انك كنت غفارا. فارسل السماء علينا مدرارا وسل رب وسلم على سيد الناس اجمعين والمبعوث رحمه للعالمين خاتم النبيين والمرسلين الذي قلت فيه ولم تزل قائلا عليما ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وعلى اله الكرماء وصحابته العظماء وعلى التابعين لهم باحسان الى يوم الدين واقصد اللهم بمزيد الرحمه والرضوان ساداتنا الحنفاء ووزراء نبيك المصطفى والأربعة الخلفاء أولي القدر الجلي والمقام العلي أبي بكر وعمر وعثمان وعليا ورضي الله عن أصحابه عن أصحاب رسول الله أجمعين وعن أزواجه وذريته الطيبين الطاهرين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وانصر الإسلام والمسلمين واغفر اللهم للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك قريب مجيب الدعوات رب العالمين. إخواني شيخ مصطفى يا مصطفى تعال يا مصطفى.